استاذ هذا الماي بيطلع على المخبر. انت راح تسحبوا الماء من فوق كله مو فوق تسحبونه من القسيس وراح نفوت معانا بالفرع اللي جاي. بعد ورود مناشدات كثيره من اهالي منطقه حي النهروان بسبب وجود تجمعات للمياه والمياه الآسنة التي تدخل على منطقة المقابر في مقبرة وادي عقاب، قامت مديرية مجاري نينوى بإدراج مشروع ضمن مشاريع دعم الاستقرار، وهو مشروع مد مجرى بطول 580 متر وبقطر 1400 مليم لسحب المياه التي تصرف من الدور السكنية وتطرح على منطقة المقابر، مما أثرت على القبور الموجودة في منطقة وادي عقاب. اليوم المديرية قامت بالمباشرة بمد هذا المجرى، وإن شاء الله هذا المجرى أيضا سيقدم خدمة لقسم من منطقة حي النهروان. هذا المشروع ضمن الحملة والمشاريع التي أطلقها الأستاذ نجم الجبوري محافظ نينوى لمعالجة تجمعات المياه، وإن شاء الله نعمل على تقديم الخدمات الأفضل والأكثر في منطقة حي النهروان ومناطق الجانب الأيمن.